بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 165. الحمد لله وحده على تمام نعمه وسوابغ فضله، والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل رسله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وبعد. يواصل الشيخ تقي الدين رحمه الله سياق الوجوه الدالة على إثبات علو الله على خلقه. قد تقدم الوجه الأول في الحلقة التي قبل هذه، فيقول: الوجه الثاني في وجوب الإقرار بالإثبات لعلو الله على عرشه وعلى السماوات أن يقال: من المعلوم أن الله تعالى أكمل الدين وأتم النعمة، وأن الله أنزل الكتاب بيانا لكل شيء، وأن معرفة ما يستحقه الله وما ينزه عنه هو من أجل أمور الدين وأعظم أصوله، وأن بيان هذا وتفصيله أولى من كل شيء. فكيف يجوز أن يكون هذا الباب لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفصله، ولم يعلم أمته ما يقولون في هذا الباب؟ وكيف يكون الدين قد كمل وقد تركوا على الطريقة البيضاء وهم لا يدرون ماذا يعرفون ربهم؟ أبما تقوله النفاة أو بأقوال أهل الإثبات؟ الوجه الثالث: كل من فيه أدنى محبة للعلم أو أدنى محبة للعبادة لا بد أن يخطر بقلبه هذا الباب ويقصد فيه الحق ومعرفة الخطأ من الصواب، فلا يتصور أن يكون الصحابة والتابعون كلهم كانوا معرضين عن هذا، لا يسألون عنه ولا يشتاقون إلى معرفته، ولا تطلب قلوبهم الحق، وهم ليلا ونهارا يتوجهون بقلوبهم إليه ويدعونه تضرعا وخيفة ورغبا ورهبا، والقلوب مجبولة مفطورة على طلب العلم بهذا ومعرفة الحق فيه، وهي مشتاقة إليه أكثر من شوقها إلى كثير من الأمور. ومع الإرادة الجازمة والقدرة يجب حصول المراد، وهم قادرون على سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤال بعضهم بعضا، وقد سألوه عما هو دون هذا. سألوه: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فأجابهم. وسأله أبو رزين: أيضحك ربنا؟ قال: نعم. فقال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. ثم إنهم لما سألوه عن الرؤية قال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي. والنفاة لا يقولون يرى كما ترى الشمس والقمر، بل قولهم الحقيقي أنه لا يرى بحال. ومن قال يرى موافقة لأهل السنة، ومن قال منهم إنه يرى موافقة لأهل السنة ومنافقة لهم، فسر الرؤية بمزيد علم، فلا يكون كرؤية الشمس والقمر. المقصود هنا أنه لا بد أن يسألوه عن ربهم الذي يعبدونه، وإذا سألوه فلا بد أن يجيبهم. ومن المعلوم بالاضطرار أن ما تقوله الجهمية النفاة لم ينقل عن أحد من أهل التبليغ عنه، وإنما نقلوا عنه ما يوافق قول أهل الإثبات. الوجه الرابع: أن يقال: إما أن يكون الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة أو نعتقد قول أهل الإثبات أو لا نعتقد واحدا منهما. فإن كان مطلوبه منا اعتقاد قول النفاة، وهو أنه لا داخل العالم ولا خارجه، وأنه ليس فوق السماوات، رب ولا على العرش إله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى الله، وإنما عرج به إلى السماوات فقط لا إلى الله، وأن الملائكة لا تعرج إليه بل إلى ملكوته، وأن الله لا ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء، وأمثال ذلك. وإن كانوا يعبرون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها إجمال وإبهام وإيهام، كقولهم: ليس بمتحيز ولا جوهر
ولا هو في جهة ولا مكان، وأمثال هذه العبارات التي تفهم منها العامة تنزيه الرب تعالى عن النقائص، ومقصدهم بها أنه ليس فوق السماوات رب، ولا على العرش إله يعبد، ولا عرج بالرسول إلى الله. والمقصود أنه إن كان الذي يحبه الله لنا أن نعتقده هذا النفي، فالصحابة والتابعون أفضل منا، فقد كانوا يعتقدون هذا النفي والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتقده. وإذا كان الله ورسوله يرضاه لنا وهو إما واجب علينا أو مستحب لنا، فلا بد أن يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو واجب علينا ويندبنا إلى ما هو مستحب لنا، ولا بد أن يظهر عنه وعن المؤمنين ما فيه إثبات لمحبوب الله ومرضيه وما يقرب إليه، لا سيما مع قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لا سيما والجهمية تجعل هذا أصل الدين، وهو عندهم التوحيد، وكيف لا يكون التوحيد معروفا عند الصحابة والتابعين؟ وإذا كان كذلك، كان من المعلوم أنه لا بد أن يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. قد علم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يتكلموا بمذهب النفاة، فعلم أنه ليس بواجب ولا مستحب، بل علم أنه ليس من التوحيد الذي شرعه الله تعالى لعباده. وإن كان يحب منا مذهب الإثبات وهو الذي أمرنا به، فلا بد أيضا أن يبين لنا ذلك. ومعلوم أن ما في الكتاب والسنة من إثبات الصفات والعلو أعظم مما فيهما من إثبات الوضوء والتيمم والصيام وتحريم ذوات المحارم وخبيث المطاعم ونحو ذلك من الشرائع. فعلى قول أهل الإثبات يكون الدين كاملا والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا مبينا، والتوحيد عن السلف مشهورا معروفا، والكتاب والسنة يصدق بعضه بعضا، والسلف خير هذه الأمة وطريقهم أفضل الطرق، والقرآن كله حق ليس فيه ضلال ولا دل على كفر ومحال، بل هو الشفاء والهدى والنور. وهذه كلها لوازم ملتزمة ونتائج مقبولة. ما فقولهم مؤتلف غير مختلف ومقبول غير مردود، يعني السلف الصالح. وإن كان الذي يحبه الله منا لا نثبت ولا ننفي، بل نبقى في الجهل البسيط وفي ظلمات بعضها فوق بعض، لا نعرف الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال ولا الصدق من الكذب، بل نقف بين المثبتة والنفاة موقف الشاكين الحيارة، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا مصدقين ولا مكذبين. لزم من ذلك أن يكون الله يحب منا عدم العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم العلم بما يستحقه الله سبحانه وتعالى من الصفات التامات، وعدم العلم بالحق من الباطل، ويحب منا الحيرة والشك. ومن المعلوم أن الله لا يحب الجهل ولا الشك ولا الحيرة ولا الضلال، وإنما يحب الدين والعلم واليقين. وقد ذم الحيرة بقوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وبهذا قد انتهت هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.